لأول مرة بعد عدة زيارات إلى تبليسي تمكننا من حصول فرصة ركوب التلفري. أوكي، راح أصور لكم تبليسي من الأعلى، ابقوا معنا وتابعونا. هذه مركز مدينة تبليسي. أن هذه المنطقة كلها عبارة عن مطاعم وفنادق، وهذا النصب الفوق اللي يشوفه بالأعلى نصب الأم جورجيا. وصلنا بالسلامة إلى أعلى، سنتجول قليلا ونعود وننزل للأسفل. أكبر فقاعة بالتاريخ. هذا نصب الأم جورجيا من الخلف. للأسف الشديد من الأمام ما بها مجال للتصوير، فقط عن بعد. حاولت أصوركم من الأمام لكن ما في مجال. وهذه إحدى النشاطات الموجودة في هذه المنطقة، الزيبلاين، يعبر من فوق هذا الوادي. وللمعلومات طبعا هذا الزيبلاين هو وان واي، يعني فقط ذهاب، بعد انت مشكلتك، شلون تريد ترجع ترجع، مشي ركوب. وهكذا نستمر بجولتنا في داخل العاصمة الجورجية تبليسي، وسنصور لكم المزيد من جوانب رحلتنا. ابقوا معنا.